لمنظم هذه المبادرة العلمية والفكرية التي ستساهم لا محالة في إغناء إشعاع مدينة الدحلة ومنح قيمة مضافة للجامعة المفتوحة للدحلة. يحتل رأس المال اللامد بما فيه رأس المال البشري والثقافي والعلمي والتكنولوجي في إطراء التراث والموارد الطبيعية والبشرية المتاحة لبلادنا من خلال ما يضيفه للناتج المحلي الخام. هذه السنة فتحنا مدرسة للتكنولوجيا بالعيون، ومنذ سنتين مدرسة كلية للشريعة بسمارة، وإلى السنة المقبلة مدرسة التجارة الوطنية للتجارة والسير، وهي مدرسة تخرج مستوى الماستر باكلاي 5. لأن هذه المؤسسات لا تخرج بطالب، من السهل جدا أن يأتي بمؤسسة نرى أن خريجيها كثر ومهددون بالبطالة. نريد مؤسسات لا تخرج البطالة كما هو الأمر بالعيون. سمارة كلية الشريعة الوحيدة في المغرب التي تختص بمراقبة تمويلات البديلة. نحن بصدد إخراج قانون للبنوك الإسلامية، خريجي كلية الشريعة بسمارة هم الوحيدون في المغرب المتخصصون في هذا المجال، وتعرفون أن البنوك الإسلامية تنتشر على العالم، إذن أوراق التكوين يناسبه الشغل. بالنسبة لمدرسة التكنولوجيا كذلك، أبناء هذه المدارس خريجي هذه المدارس يجدون دائما شغل. خريجي المدارس الوطنية في التجارة والتسيير ليست هناك بطالة. إن المسك الوطني أخو الإسلام وأنا شخصيا أعتبر أن صيانة كرامة الإنسان المغربي واحترام حقوقه الأساسية شرط أساسي لتأهيل رأس المال البشري المغربي وتحرير طاقاته الإبداعية وروح المواطنة، فلا يمكن أن نفكر في نموذج تنموي يعتمد رأس مال المادي ولا مادي دون متابعة مسلسل الإصلاح الذي بدأ في هذا البلد منذ عشر على الأقل 20 سنة، ولازلنا نحن في بصدد متابعة هذا المسلسل الإصلاحي. هذا الملتقى هو قيمة مضافة للدخلة والتعريب للدخلة، لأن هناك كتب تصدر كل سنة عن الدخلة، وهناك أجانب يشاركون في هذه الندوات، والدخلة تستحق أكثر من هذا. والآن سنسعى إلى إدخال منطقة الدخلة في البحث العلمي إن شاء الله في كلية العلوم في أكادير، لأن ربما ما هي نوعية الأشجار، ما هي نوعية الفلاحة المستقبل الدخلة، تحليات مع البحر الآن ربما ستصبح في متناول الاقتصادي من ناحية الفلاحية، لأن تحليات ماء البحر الشرب ماشي هي تحليات ماء البحر الفلاحة أكثر كلفة، إذن خاصنا نعتمدوا أكثر على تحليات البحر ماء البحر أكثر من المياه الجوفية. شارك المجلس الوطني الإنسان لتلبية دعوة منتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة في هذا المنتدى العلمي المهم، لأن التفكير الجماعي في الرأسمال اللامادي قضية وطنية يجب أن يشارك كل المغاربة وكل فعاليات المجتمع في هذا الورش الذي أطلقه جلالة الملك. أعتبر أن احترام حقوق الإنسان وحقوق المواطن الأساسية وصيانة كرامة المواطنين إحدى اللبنات الأساسية في هذا المشروع التفكير، فلإطلاق طاقات الشباب المغربي ولإطلاق طاقات وقدرة الإبداع لكل المواطنين والمواطنات لابد من صيانة كرامتهم. ثانيا كما بين على ذلك المجلس الوطني للإنسان، لابد من الاهتمام بالتراث الثقافي المادي ولا مادي. وفي هذا الإطار يعني المجلس الوطني للإنسان
زياده على العمل اليومي للجان الجهويه لحقوق الانسان، المجلس الوطني عمل على اطلاق عده مبادرات ممكن ان تكون منبع للتفكير، كمثلا انشاء مركز دراسات الصحراويه، انتاج انطولوجيا للموسيقى الحسانيه، انشاء ماستر للدراسات الصحراويه، والان وصل الشباب والشابات لمرحله الدكتوراه، اطلاق كذلك مسانده كل مبادرات المجتمع المدني في ميدان المسرح الحساني، اصدارات اكثر من 10 كتب تم اصدارها خلال 3 سنين الاخيره، وخصوصا يعني مشروع الطموح لمتحف الصحراء بالداخله اللي الان يعني تعدى عده مراحل وتبدا ان شاء الله خلال الشهور المقبله مرحله البناء. كنا دائما كمنتزه الشباب المغربي للالفيه الثالثه نشتغل بالداخله، وهو اختيار سياسي لما تحمله يعني هذه المنطقه من مغازي في اطار الدفاع على قضيه الصحراء المغربيه من جهه، ومن جهة أخرى في إطار مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا على صعيد الأقاليم الجنوبية من خلال ورشي الجهوية الموسعة والنموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. هذا فضلا عن أن هذا اللقاء يتوج قرار إحداث الجامعة المفتوحة للداخلة خلال الملتقى الثاني العالمي للداخلة، والذي قرر أن تتوفر أقاليمنا الجنوبية من خلال الجامعة المفتوحة على فضاء مستقل للنقاش للحوار للدرس للبحث وتقوية الخبرة في معرفة كل الجوانب المتعلقة بتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة. أكيد أن مدينة الداخلة لها عدة اعتبارات وعدة دلالات. مدينة الداخلة هي قلب الصحراء المغربية، ونحن هنا نساهم في إطار يعني الرأسمال الغير مادي، ونساهم في البحث عن تعريفه الحقيقي وعدة مشاكل عدة مسائل متعلقة به. اختيارنا كذلك للداخلة كونها أنها منطقة خصبة للتنوع الثقافي والفكري والعلمي للشباب المغربي.